من الرياض دكتورة ياسمين المصري، واليوم موضوع كمان مهم للشباب وللبنات، كيفية اختيار غسول الوجه المناسب لبشرتنا. أهلا أهلا ياسمينة. يا أهلا فيكي، صباح الخير. صباح النور، تفضلي يا دكتورة. تمام، مثل ما قلتي هذا موضوع مهم للشباب وللبنات، وكثير بيصير فيه أغلاط لأنه بيتوقعوا أنه أي غسول بناسب أي نوع بشرة، وهذا شيء غلط. لازم أول خطوة نعرف نوع بشرتنا حتى نعرف نختار الغسول المناسب لإله، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه نوع البشرة ممكن يتغير بين الصيف والشتاء، وكمان طبعا بحالة إذا في حمل أو تغييرات هرمونية كمان نوع البشرة بيتغير، فإحنا لازم نعرف نوع بشرتنا حتى نختار الغسول المناسب لإله. مثلا إذا نوع البشرة جافة لازم نبتعد عن الغسولات اللي فيها كحول لأنه بتعمل جفاف أكثر. إذا البشرة حساسة بنبتعد عن الغسولات اللي فيها عطور أو مواد كيميائية لأنه كمان هاي المواد ممكن تعمل تهيج أكثر للبشرة. إذا البشرة دهنية بنبعد عن الغسولات اللي بتحتوي على زيوت لأنه كمان بتعمل مشاكل أكثر بالبشرة مثل حب شباب وما إلى ذلك. هلأ لازم ننتبه أنه إذا في عنا مشاكل للبشرة لازم نراجع طبيب قبل ما نختار أي غسول. مثلا إذا البشرة فيها حب شباب فإحنا لازم نتجنب الغسولات اللي فيها مقشر حتى ما تعمل تهيج أكثر للبشرة وتزيد المشكلة سوء. نقطة كتير مهمة للصبايا، قبل ما نستخدم غسول البشرة لازم نزيل المكياج بمزيل مكياج وننظف البشرة من الميكب بالأول، بعدين نستخدم الغسول على بشرتنا، ما نحطهم كلهم فوق بعض ونفكر أنه الغسول هو حيزيل المكياج وحينظف البشرة، هذا غلط. طبعا لازم نغسل فرش الميكب دائما كل أسبوع، طبعا خصوصا الناس اللي بتستخدم الميكب on daily basis كل يوم. طريقة الاستخدام لغسول البشرة لازم أنه إحنا نحطه على الوجه مع تدليك دائري، بشكل دائري يعني على كل الوجه، وكمان طبعا الرقبة ما ننساها، بلس أنه ما نخليه فترة كتير طويلة حتى ما يعمل جفاف للبشرة، وما نشيله بسرعة حتى نخليه فترة يعني ما فينا نحدد حسب طبعا كل نوع بشرة، بس أنه خليه شوي لحد ما أنه ننظف البشرة منيح ونشيل الشوائب وكل الأشياء العالقة على البشرة، وبعدين نغسله بمي ونجفف البشرة كتير منيح. هذا باختصار بدقيقتين. لا هي زادت عندي دقيقتين بس، حلو الكلام مفيد دكتورة ياسمين. خلينا الحلقة الجاية نتكلم، لفتني كلامك وحضرتك بتقولي أنه نفرق بين المزيل المكياج والغسول اللي فيه مواد كيميائية والكحولية ما إلى ذلك. الحلقة الجاية شرك نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه فعلا احنا ما نفرق، اللي في السوبر ماركت اشوفه حلو اشتريه وغسل خلص نشيله ونروح، وبعدين بصير مشاكل بشرة واحنا ما لنا عارفين انه السبب بسيط، ممكن نحل بتغيير بسيط. صحيح، شكرا دائما للمعلومات المفيدة والمختصرة دكتورة. شكرا حبيبة قلبي، شكرا لك.